بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، التواصل مستمر ايها الاخوه، والانطلاقات مستمره هنا على ارضيه هذا الميدان، ونتمنى ان شاء الله توفيق والناموس هي الاخوه المشاركين. شوطنا السادس هو الشوط الاخير للمشتركات، بعدها ننتقل الى اشواط الصعوبه. المركز الاول زعفران حمد بن فايز بن غفان اليابري، بينما اللي في المركز الثاني يا سعيد يا ابو سالم يا بني الراح الاجتبي، المركز الثالث هناك ايها الاخوه مكيف ثالث المراكز وحمد بن فايز بن غفان اليابري، بينما اللي في المركز الرابع شعار خليفه بن عبيد بن خليفة الحميري مع شاهين، وخامسا هناك اللي في المركز الخامس ايها الاخوه وصل في هذه اللحظات هملول عبد الله بن سالم بن راشد بن عصيف المزرعي. التواصل مستمر ايها الاخوه، الحماس مستمر، وهناك بني الراح واليابري، بني الراح واليابري على المركز الاول، على المركز الاول تنافس كبير يا بني الراح، تنافس مثير يا مايد، تنافس مثير يا بن غفار. ولكن الشوط وين الشوط؟ الشوط وين لمن؟ هذا والعلم عند الله، انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد الله. عيدة عجمان اليوم، عيدة مويهات ايها الاخوه، هنا بهذا الخبر الجميل، بهذا الخبر المميز، بهذا الخبر الناري، بهذه النقطة الثالثة، بهذه النقطة الثالثة. ولكن المزروعي عنده كلام، وما يتحرك الدفعة الثانية، حرك الدفعة الثانية ايضا، وصول سلطان بن خاتم بن محمد الشامسي، وهناك من الجانب الاخر هملو عبد الله بن سالم بن راشد بن حصيف المزروعي. ولكن بن غفان يدل الميدان، يعرف طريق الانجازات للمره الثالثه. سلام وتحيه لك يا مايد ولحمد بن فايز بن غفان المركز الثاني، للسيد سيف بن محمد بن علي بن علوان المركز الثالث، للسيد هناك شعار ثالث المراكز عبد الله بن سالم بن راشد بن حصيف. التوقيت زمني دقيقتين 12 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا لمراكزنا، دعناها عليكم بالاهتمام. هكذا أيها الإخوة كان الوصف التفصيلي لانطلاقاتنا المميزة، ما شاء الله تبارك الرحمن، تلف باين ما شاء الله في هذا الانطلاق الجميل والموفق في رياضتنا العربية الأصيلة.